قال العصبجي جاني مزمل وقال لي يا شيخ انا اخطات وقلت كلمه في قول ان النبي صلى الله عليه وسلم انحرف وقال كذب محمد الصبر حرف لصفيه كتل بها ملف يا عصبي كتل بها ملف وطبعا في الاعلام حريف لكن برضو ما بينفعك ولا يغني عنك من الله شيئا ان لم تتب الى الله سبحانه وتعالى وطبعا قال ما بتوب ما بتوب ان لم يتب الا ما بتوب لا ما دارتوب ما بدعني ما سمعنا الا منه والقرضاوي قال لنا داعية الفتنة واللهم أمتني على الفتنة إلى آخر ذاك القرضاوي ده بيجاي برضو قال شنو ما بتوب في مسألة ثانية قام قال شنو قال عصبي جاني قال لي أنا غلطت وقلت الكلمة دي وأنا ما قاصد محمد مصطفى شوف في المقطع ده ذاته قال قلت له ما دام ما قاصد ما دام ما قاصد يا ما في شيء يعني ما في شيء والله أنا أقول لك الحقيقة أولا هذا العصبجي استفتاني قبل فترة عن كلمة كتل ملف وما في شهود عشان ما تكذب تلاقي تجيب لي ناس يكذبوا العصبجية بتاعتك أنا أوريك الكلام المتو بالحرف الواحد حتى أنني ذكرته في بعض المحاضرات هنا استفتاني وكان لوحده العصبجي السفيه الشماكي قال لي أنا أخطأت يا شيخ الناس قايمين عليه حرب انا وقت ذاك ما بعرف القايمين عليه حرب ما بعرف منه لكن جماعه من اخواننا اللي هو بيعاديهم وانا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كتل ملف اخطات في هذه وتبت ما اعرفها قلت كده مرقت مني ده الكلام اللي قاله انا قلت له انت اخطات وتبت هي ما قاصد ايوه قلت له ما عليك حاجه محمد مصطفى قال وده كلام ابن القيم وده كلام شنو؟ ابن القيم وأورد محمد مصطفى دليلين على إنه شنو؟ أنت ما كافر يا مزمل لأنك أنت شنو؟ ما قاصد أيوة قال الله قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ده قال محمد مصطفى شوف الدليل الثاني قال الدليل الثاني حديث الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا شنو؟ رب قال أخطأ من شدة الفرح قال ده كلام ابن القيم والعبارات بشنو بمقاصدها قبل عليهم بتاعنا الإصلاح لأنه مذاكرهم كرروا حياته لما جاني قال لي يا شيخ أنا غلطت وقلت كتب بها ملف قلت له لا ما بدي المهم أنت أنا أفتيته ما بيظهر لأنه ابن القيم قال الأعمال بمقاصدها انت قاصد قلة الادب دي ولا قال لي لا ما انا مطلقه لازم ده انا عندي وانا ده كلامي انا برد عليك غير كلام ده مناسبته قلت له ما دام ما في شيء ما قاصد لانه انا بسلم القران قال ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والنبي سلم ده كلام ابن القيم لما الرجل قال حديث التوبه لما قال اللهم انت ربي عبدي وانا ربك وما ناسب الرسول قال اخطا من شده شنو؟ الفرح ده المقطع الاول برأ فيه شنو؟ مزمل وجاب ادله ذاته والله انا ما سمعتها من مزمل ما سمعتها منه قال الدليل الثاني قال في المقطع الثاني قال شنو؟ تعقيب تاع جمعه في تعقيب غايته واقف المهم وراه المنبر قال العصبجي برضو جا سالني وما يقول لك معاه زول ما معاه اي زول قال جه سالني وقال لي انا قلت الكلمه دي وانا ما قاصد والجماعه هايجين علي في المقطع ده قال الجماعه ديل لانه تاعب اللي هو جماعه الاصلاح قبل عليهم بتاعنا الاصلاح لانه مذاكرهم كرروا حياته هنا في المقطع ده قال انا ما عارف ان الجماعه ديل ياتون لكن بيكونوا غايت اخواننا قال الناس قايمين عليه حرب انا وقت ذاك ما بعرف القايمين عليه حرب ما بعرف منه لكن جماعه من اخواننا اللي هو بيعاديهم قام قال شنو؟ قال له ما قاصد ايوه ما عليك حاجه قال انا قلت له ما قاصد ما عليك حاجه وانا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كتل ملف اخطات في هذه وتبت ما اعرفها قلت كده مرقت مني ده الكلام اللي قاله
أنا قلت له أنت أخطأت وتبت هاي ما قصد؟ أيوة قلت له ما عليك حاجة. بعد ذاك محمد مصطفى قال الحكم العام في الشريعة. عليك الله اسمع كلامي ده كويس، كلام ده يا جماعة بهمكم، ده عارفوا اضطراب الرجل وكذب الرجل وسبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه وتناقض لتعرفوا خروجه وتناقضه وسبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحكم العام في الشريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك. الحكم العام والله قال كذي ده محمد مصطفى بلسانه، قال الحكم العام ما بالنسبة للعصبجي، قال لأنه العصبجي قال تبت خلاص. الكلام ده في شريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك، لكن قد تكون أنت معذور في قواعد العذر بالجهل، لكن في النهاية بتكلم عن الحكم أصلا اللي بيقول الكلام ده، الحكم العام للكلام ده مش بالنسبة للعصبجي، العصبجي ما قال تبت خلاص. في المقطع ذاته بعدها بشوية قال ثاني، قال العصبجي قال تبت لو تبت مليون مرة يقتلوك. وبعدين قال لك كلام ثاني عصبجي عشان ما تقول تبت لو تبت مليون مرة يقتلوك. سبحان الله. المقطع ذاته قال الحكم العام في الشريعة، العبارتين دي بتلقاني كلامي ده بتلقى العبارتين. أول شيء العبارة الأولى قال الحكم العام في الشريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك. الكلام ده في شريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك، دي شنو؟ واحد. اثنين الحكم العام ما بالنسبة للعصبجي، العصبجي ما قال تبت خلاص. تبت شنو؟ خلاص يعني ما حكمك شنو؟ القتل. الحكم العام للكلام ده مش بالنسبة للعصبجي، العصبجي ما قال تبت خلاص. بعدها بشوية بس قال العصبجي قال تبت لو تبت مليون مرة يقتلوك. وبعدين قال لك كلام ثاني عصبجي عشان ما تقول تبت لو تبت مليون مرة يقتلوك. سبحان الله. يا جماعة في حقد أكثر من كذي، والتناقض عجيب. وصدق الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا.